لا ما عم صدق عن جد ما عم صدق. تيتي تيتي كلمة حق تقال البعض شانس ما يتعب بعيشها بس انه يخطب ريكي مارتن بهالسهولة. خطب ما معك خبر؟ ما معي خبر يا عمي. انت صعب شو بشدس خطب واحد كثير حلو تيتي. لا شو اسمه؟ خوان يوسف. خوان يوسف ضج الدنيا فيها ضج وكل الشيء كل الميديا عم تحكي فيها. لا 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 عم تمزح. طب ليكو انتو مع انه واحد هيك يتجوز على نان ويحط القصص على السوشيال ميديا؟ ليش؟ ايه شو فيها؟ شو؟ ايه شو فيها؟ انت بتعبلها؟ هلا مش تتخانق انه اوكي يعني انه واحد انه هو انه كل الشيء هيك. انت بتحب تسوق حالك حبيبه؟ انه اذا بحب سوق حالي ولا مره بليز شو تابو هي يعني؟ لا مش بس انه تيتي انا ما بحب جرس حالي. ليش ما بتحب؟ هذا شيء شخصي بليز. ليش عم تحرق قصه جرسه؟ مش قصه جرسه ولا شيء بعدين ما تشبر باصبعك. ما بشبر باصبعي بس انه اوكي يعني انه اوكي انه بس انه مش بالعلن. اه بطني عم يمغصنا. ايه عن جد؟ يمكن شوي بس انه اوكي خلينا شارعك وجدي. شارع عملت خطوط شارع. انا مش ضد ولا شيء بس انه مش انه واحد بيجي هيك بالعلن. انا ما كان قصدي تشارع انت وياه خلص اتس اوكي بليز. اوكي طاقته زهق قطو هل اوكي لك اجا بالوان جيبوا هيدا شو صار؟ هاي 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 لا بليز عم بيركع بليز بتسبب لي احراج. Will you marry me؟ لا no way عم تبكي فاينالي واو بليز بتسبب لي احراج انا بدي فل بليز ليش بدك تجيب مش بوقتها هلا ليش انت محرج؟ جيب ليش بدك تجيب ايدي انا بالعلن شو بدي يعمل؟ بدي يطلب ايدي بالعلن برضو لإلك؟ ليش انا مش بعوض عليك اشي نو وجدي مروان جاي لعند جاي لعندك؟ جاي يطلبني لإلك على اي اساس بده يجي لعندك؟ لا لانه مروان هو البوي فريند برضو اولا ولا يعني انه نسيت هلا يفوت اكلت لحم وربيت عدم؟ وي وجدي بليز هذا الكلمة بتطلع منك انت بتحب تشارع انت بتحب تحارب انت بتحب تنقر ليش عم تنقر؟ انه اوكي وجدي خلص بقى بليز مروان انا ما بحب تسبب لي احراج ولا انا بحب تسبب لي احراج نقي واحد منا وجدي او مجدي بس كون بيني وبينك عقبال اللي بدك اياه قولها بالفن الملقان مين بدك يا عمي شو بكون انت وياه شو خصكم بالموضوع انا عم بتقدم ماشي من تيتي حيوني مروان انا عم بشوف اذا تيتي سوري عيدا ما سمعت انا عم بقول لها شيء لتيتي مش لكم مزبوط هذا الشيء سمعته قلبه مروان يا جد انا كنت متمنيه هاللحظه سوري وقف شيل ايدك شيل ايدك شو عم تعملي؟ انت قبلتها؟ انه ايه ليه ما بدي اقبل يعني؟ قبلتها يا حيه؟ ليش شو خصكم انتم؟ في شيء بهيلك بالبلوان؟ انه عم بيصير في اجواء يا خطافة الرجال انا شو خصني؟ انت شو خصك؟ انت بليز انا هلا بدي غادر اذا هو تركك انا شو خصني؟ بتركني انت كان عم كبيت لي صابونه؟ انتو شو خصكم بالقصه كلها؟ خلص انتو طلعوا من حياتي انا هلا مع تيتي يلا بدك سوري انا بدي اعرفك انك باي والله ان شاء الله بتحمح وراك دبانه وبتكسيها وما بتنكس اوكي؟ تيتي ان شاء الله ما بتوفقي بالجزء انت وياه ان شاء الله انت وياه كل عم تتحبى بفوت صابون بعيونك اللي بيحترقوا برافو انا بدي فل اعطيها جزدانه هذا جزدانه هذا جزدانه انا بدي فل تيتي شو جرحتيني لا لحظه ما بدنا نتخانق كرمال رجال تيتي انا انشط